السلام عليكم طلاب، بهذا الفيديو إن شاء الله نتكلم عن حالات خاصة بتغيرات الضغط، يعني حالات مرتبطة بالقوانين الفيزيائية اللي ذكرناهن. فهذا الفيديو تقريبا معقد ويحتاج إلى يعني إعادة شرح وإعادة الفيديو أكثر من مرة حتى تفهمون الشرح. هنا نبدأ بالصور. If total peripheral resistance changes، نتكلم عن إنه تغيير من يصير total peripheral resistance، يعني انه مقاومة الاوعية الدموية من يصير بها تغيير، شي يصير عندنا؟ اذا هي تغيرت والكارديك اوتبوت بقى ثابت، اذا total peripheral resistance تغيرت والكارديك اوتبوت بقى ثابت، شي يصير؟ هنا ناخذ التغيير مرة انخفاض بالtotal peripheral resistance ومرة ارتفاع، لان احنا قلنا تغييرات تصير، بس الكارديك اوتبوت يبقى ثابت. نرجع الى القوانين اللي ذكرناها، هذا القانون. هنا عندنا الكارديك اوتبوت يبقى ثابت، لكن التغيير بالسيستميك فاسكولار ريسيستنس اور توتال بريفيرال ريسيستنس نفس المعنى، الكارديك اوتبوت ثابت، التغيير وين يصير؟ بالسيستميك فاسكولار ريسيستنس اور توتال بريفيرال ريسيستنس. نفرض انه السيستميك فاسكولار ريسيستنس ارتفعت، ارتفعت زين. احنا نعرف انه العلاقة بين systemic vascular resistance والcardiac output هي علاقة عكسية، فاذا systemic vascular resistance ارتفعت فالمفروض انه الcardiac output يقل بهالحالة، لكن الcardiac output بقى ثابت. فالتغيير اللي صار وين باعتبار؟ صار التغيير هنا بالmean arterial pressure والcentral venous pressure. شو صار بهالحالة؟ لازم شو نسوي؟ لازم نرفع المين ارتيريال بريشر ونخفض السنترال فينوس بريشر، لان اذا ارتفع المين ارتيريال بريشر باعتبار قاومنا التغيير اللي صار بالسيستميك فاسكولار ريسيستنس، لان المين ارتيريال بريشر يتناسب طرديا مع الكارديك اوتبوت، يعني هذا حاول يقلل الكارديك اوتبوت وهذا يحاول يزيد الكارديك اوتبوت. فاحنا حتى نقاوم التغيير او الارتفاع اللي صار بالسيستميك فاسكولار ريسيستنس من اجل الحفاظ على الكارديك اوتبوت ثابت، نقوم برفع المين ارتيريال بريشر وخفض السنترال فينوس بريشر. شوف شنو صار عندنا هنا، من صار عندنا ارتفاع بالتوتال بريفر ريسيستنس والكارديك اوتبوت بقى ثابت، ارتيريال بريشر اكيد يرتفع والفينوس بريشر ينخفض نفس ما ذكرت. اما الحاله اللي ذكرها هنا اذا صار عندنا انخفاض، نرجع اذا توتال بالريفرال ريسيستنس اور سيستميك فاسكولار ريسيستنس صار بها انخفاض، فالمفروض شو يصير بالكارديك اوتبوت؟ لان علاقة عكسية المفروض يصير ارتفاع، لكن الكارديك اوتبوت بقى ثابت، فالتغيير باعتبار وين صار؟ صار هنا، بما انه انخفاض بالسيستميك فاسكولار ريسيستنس لازم نخفض هذا نخفض البسط حتى تصير موازنة، حتى يبقى الكارديك اوتبوت ثابت. المقام انخفض فلازم نخفض البسط من اجل الحفاظ على الكارديك اوتبوت ثابت. فش نسوي اذا سيستميك فاسكولار ريسيستنس اور توتال بريفيرال ريسيستنس قلت؟ فالمين ارتيريال بريشر يقل والسنترال فينوس بريشر يزداد. فحسب هذا القانون كل اللي مذكور بهذه الصفحة كله مذكور بهذا القانون، كله يعتمد على هذا القانون. هنا اذا افترضنا انه كارديك اوتبوت صار بيه تغيير والتوتال بريفر ريسيستنس بقت ثابته، نشوف شو يصير بالعلاقه. السيستميك فاسكولار ريسيستنس عندنا هنا ثابته، لكن الكارديك اوتبوت صار بيه تغيير. نفرض التغيير الاول انه كارديك اوتبوت ازداد، كارديك اوتبوت صارت بيه زياده، زين. نفكر احنا انه سيستميك فاسكولار ريسيستنس بقت ثابته، فهذا الكارديك اوتبوت شلون ازداد؟ فلازم صار تغيير هنا بالمين ارتيريال بريشر والسنترال فينوس بريشر ادى الى زياده الكارديك اوتبوت. شنو هذا التغيير اللي صار؟ اكيد صار عندنا ارتفاع بالمين ارتيريال بريشر وانخفاض بالسنترال فينوس بريشر، لان المين ارتيريال بريشر تناسبها طردي مع الكارديك اوتبوت. فقلنا انه السيستميك فاسكولار ريسيستنس بقى ثابته، لكن صار عندنا ارتفاع بالكارديك اوتبوت. فشلون صار عندنا هذا الارتفاع؟ لازم صار عندنا تغيير هنا بالبسط، والتغيير هو ارتفاع المين ارتيريال بريشر وانخفاض السنترال فينوس بريشر. اما اذا قلنا انه صار عندنا انخفاض بالكارديك اوتبوت لكن السيستميك فاسكولار ريسيستنس بقت ثابته،
فلازم اكيد صار عندنا تغيير بالباست. شنو التغيير اللي صار؟ معناه انه مين ارتيريال بريشر انخفضت، لان مين ارتيريال بريشر تناسبها طردي مع الكارديك اوتبوت، والسنترال فينس بريشر باعتبار ارتفعت. فهذه هي العلاقة، انه اذا الكارديك اوتبوت ازداد وهذا بقى ثابت، سيستمك فاسكولار سيستنس بقى ثابت، فمين ارتيريال بريشر باعتبار ارتفع والسنترال فينس بريشر انخفض. اذا الكارديك اوتبوت صار بي انخفاض والسيستميك فاسكولار ريزيستنس بقى ثابتة، فمعناها انه المين ارتيريال بريشر انخفض والسنترال فينس بريشر ارتفع. اذا الكارديك اوتبوت بقى ثابتة لكن صار عندنا تغيير بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس، نفرض التغيير انه صار عندنا ارتفاع بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس. فاذا صار عندنا ارتفاع بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس فمعناها انه الكارديك اوتبوت صار بي انخفاض، لكن الكارديك اوتبوت بقى ثابت. ليش بقى ثابت؟ لانه المين ارتيريال بريشر ارتفعت والسنترال فينس بريشر انخفضت. اذا افترضنا انه صار عندنا انخفاض بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس والكارديك اوتبوت بقى ثابته، فهذا الشيء معناه انه المين ارتيريال بريشر انخفضت والسنترال فينس بريشر ارتفعت. فهذه هي العلاقه كلها مرتبطه بهذا القانون. فاذا فهمنا هذا القانون نقدر نجاوب على هاي التغييرات اللي صارت. عندنا determinants of ventricular function، هذا المخطط. حتى نفهم هذا المخطط لازم نراجع الفيديو الخاص بـ Changes in Pressure Volume Loop حتى نفهم هذا التغيير اللي صار. الـ Preload والـ Contractility من تزداد يزداد الـ Stroke Volume، لكن الـ Afterload من يزداد يقل الـ Stroke Volume. زين، ذني الأشياء اللي تأثر على الـ Stroke Volume. شنو الأشياء اللي تأثر على الـ Cardiac Output؟ الأشياء التي تأثر على الكارديك أوتبوت هي ستروك فوليوم والهارت ريت، حسب القانون الذي ينص على أن الكارديك أوتبوت يساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت. بعد شنو الشيء اللي أثر؟ أنه لازم أنه القلب يكون سليم أكيد حتى هاي الوظائف تكون طبيعية. سينرجستيك ليفت فنتريكل كونتراكشن، يعني أنه الليفت فنتريكل الكونتراكشن مالته مستمر يعني ما يتوقف. وول انتجريتي، أنه القلب جدار القلب يكون سليم. Valvular competence، انه صمامات القلب تكون يعني كفوءة وتعمل وتقوم بوظيفتها بأتم صورة. فهذه الأشياء اللي تأثر على stroke volume، وهذه الأشياء اللي تأثر على cardiac output. نفترض هنا نتناول حالة الهايبريميا. نفترض انه ركضنا حالة الفايت أور فلايت، ركضنا من شيء سبب يعني مثل هذا الراكون سبب لنا الخوف. احنا ركضنا بهالحالة، من ركضنا القلب يعني احنا نركض، فعضلات الجسم اكيد تحتاج الى ضخ دم اكثر، فالقلب بهالحالة يضخ دم اكثر، يضخ دم اكثر لأنسجة الجسم. من قام بضخ دم اكثر، منو اللي يضخ دم اكثر؟ والفينتريكل. الفينتريكل عن طريق شنو يضخ البلد؟ عن طريق المايوكارديوم. المايوكارديوم اللي هي عضلة القلب، هي اللي تساعدنا، هي من تتقلص تساعدنا بضخ الدم عبر الفينتريكل. زين، هاي المايوكارديوم ايش تحتاج؟ تحتاج اكيد الى وقود. شنو وقودها؟ شنو اللي زودها بالبلد او اللي زودها بالاكسجين؟ هو الكوروناري ارتريز. زين، بهالحالة من صار عندنا فرط بالنشاط انه احنا fight or flight، هل البلد اللي يوصل للمايوكارديوم عبر الكورونر ارتري كافي؟ اكيد غير كافي، لان زيادة بالنشاط، المايوكارديوم عتها زيادة بالنشاط. فالبلد اللي يوصلها عبر الكورونر ارتري بهالحالة قليل، فشي يصير بيها؟ يصير بيها هايبوكسية. البلد اللي يوصلها باعتبار قليل قياسا بالنشاط اللي احنا عليه، فمن البلد اللي يوصلها قليل هو بلد ايش يحمل؟ يحمل اكسجين. فشي صار عندنا؟ صار عندنا هايبوكسية. زين، حتى تعالج هاي الحالة شو نسوي؟ لازم نعالج الهايبوكسية، نحتاج الى فاسو دايليتر مولكيوز، جزيئات تسبب لنا بتوسع الكوروناري ارتريز، او نحتاج الى الانيرفيشن عن طريق النيرفز، يعني النيرفز سبب لنا فاسو دايليشن. فبكل الاحوال يصير عندنا فاسو دايليشن بالكوروناري ارتريز. شنو فائدة الفاسو دايليشن؟ من يصير عندنا فاسو دايليشن يعني البلد اللي يوصل اكثر، من البلد اللي يوصل بصورة اكبر، ف
فالبلد يحمل أكسجين، فبالحالة الأكسجين يرجع للمايوكارديوم عبر الكورونري أرتريز بصورة أفضل من أجل مواكبة التغيير اللي صار بحالة الفايت أور فلايت. فهذا التغيير بالبلد فلو، زيادة البلد فلو اللي عن طريق الفاس دايليشن اللي صار عن طريق الفاس دايليتر مولكيوز أو عن طريق الانيرفيشن، هذا التغيير أو زيادة بالبلد فلو نتيجة زيادة الميتابوليك اكتيفيتي اللي هو فايت أور فلايت، شو نسميها هاي الحالة؟ هايبريميا، يعني زيادة ضخ الدم نتيجة زيادة النشاط، هذه هي الهايبريميا. الفاسودايليتر ميتابولايتس، شنو ذن الأشياء الجزيئات اللي قلت هي اللي تساهم بزيادة الفاسودايليشن أو زيادة قطر الوعاء الدموي من أجل زيادة البلد فلو؟ شنو هاي الفاسودايليتر ميتابولايتس؟ هي نقول الميتابوليكالي أكتيف تيشوز بروديوس فاسودايليتر ميتابولايتس، الأنسجة النشطة أيضا تقوم بإفراز هذه الفاسودايليتر ميتابولايتس. النسيج النشط أيضا اللي عندنا هنا كان هو المايوكارديوم، فكان بحالة نشاط فقام بإفراز هذه الفاسودايليتر ميتابولايتس. الفاسودايليتر ميتابولايتس عندنا ثلاثة اللي هن أيونات الهيدروجين وأيونات البوتاسيوم والأدينوسين. هذه الفاسودايليتر ميتابولايتس this act to relax vascular smooth muscle، يعني سبب لنا استرخاء بعضلة الأوعية الدموية. من يصير عندنا استرخاء بعضلة الأوعية الدموية، عضلات الدموية أكيد تحتوي على عضلات تساعدها بالفاسو كونستركشن والفاسو دايليشن. فمن صار ريلاكسيشن لهذه الأوعية الدموية، شي يصير عندنا؟ صار عندنا فاسو دايليشن، والفاسو دايليشن يؤدي إلى زيادة البلد فلو، والبلد فلو زيادة البلد فلو نتيجة زيادة النشاط الأيضي نسميها هايبريميا. Action of vasodilator metabolites، هنا نتكلم عن الأكشن مالتها. Their effect depends on the balance between the rate at which they are produced، يعني تأثيرها يعتمد على معدل إنتاجها and the rate at which the blood flow wastes them away. تأثيرها يعتمد على معدل إنتاجها ومعدل استهلاكها، يعني إذا إنتاجها بصورة وفيرة أكيد إنه يصير vasodilation بصورة كبيرة. والشيء الثاني يعتمد على معدل إزالتها من البلد عن طريق البلد فلو، إذا كان البلد فلو عالي فأكيد يقوم بإزالته. خلينا نفهم شنو إيش نعني بهذا الكلام. الأنسجة عندما يكون البلد فلو قليل أو ماكو بلد فلو والأنسجة تكون بحالة نشاط، الأنسجة عندنا مثلا نفترض أنه النسيج بحالة نشاط والبلد فلو يكون قليل أو ما واصل له بلد فلو، فشي يسوي؟ نفترض أنه هذا البلد فيزل، نفترض أنه هذا البلد فيزل، فالنسيج نفترض أنه هذا النسيج قام بإفراز الفازودايليتر ميتابولايتس، قام بإفرازه، خلينا نفترض أنه الفازودايليتر ميتابولايتس بهذا البلد فيزل وما عندنا بلد فلو، ما عندنا بلد فلو يدفع لنا هاي الفاسودايليتر ميتابولايتس ويوخرها، فالفاسودايليتر ميتابولايتس تراكم لان ما عندنا بلد فلو. من تراكمها شو تسوي لنا هاي الفاسودايليتر ميتابولايتس؟ تسوي لنا ريلاكسيشن، فبالتالي تزيد لنا قطر هذا الوعاء الدموي وتقلل لنا الريسيستنس، لان صار عندنا فاسودايليشن، صار عندنا فاسودايليشن. So arterioles dilate maximally. بالتالي من صار عندنا توسع بالوعاء الدموي صار عندنا vasodilation نتيجة تراكم هذه vasodilator metabolites. فشي صار عندنا؟ البلد فلو بهالحالة يزداد تدفق البلد فلو لأن صار عندنا vasodilation. من ازداد تدفق البلد فلو، زاد تدفق الدم، شي يسوي تدفق الدم؟ يقوم بإزالة هذه الفاسودايليتر ميتابولايت، يبعدها لأن حركته هي اللي تقوم بإبعادها. فهنا شي يقول when flow is returned، عندما يعود لتدفق الدم resistance is very low، resistance المقاومة تكون منخفضة جدا بسبب الفاسودايليشن، فالبلد فلو من عاد
قام يقوم بإزالة هذه الفاسودايليتر ميتابولايتس. But high flow weights away the metabolites. نفس ما ذكرت إنه هذا البلد فلو من ازداد يقوم بإزالة الميتابولايتس. زين من قام بإزالة الميتابولايتس شي يصير؟ ميتابولايتس راحت، فاسودايليتر ميتابولايتس راحت. So smooth muscle constricts again. فبالتالي صار عندنا constriction بالبلد فيزل مرة أخرى. فهذا ال constriction اللي يصير شي يسوي؟ يقوم برفع ال resistance. فهذا اللي يتعلق بالفاسودايليتر ميتابولايتس. أما بالنسبة للسيمباثيتك تون ذكرنا موضوع البارا ريسبتر، تنظيم الضغط. لازم نفهمين إحنا البارا ريسبتر. يلا نشوف هذا الفيديو. السيمباثيتك تون إنه السيمباثيتك نيرفس سيستم شو يسوي؟ تأثيره على الوعاء الدموي. إحنا عندنا كارديو فاسكولار سنتر، عندنا فاسو موتر سنتر. الفاسو موتر سنتر هو يسبب لنا فاسو كونستريكشن، تضيق بالوعاء الدموي، يعني يسبب لنا كونتراكشن. فانه السيمباثيتك تون يكون عكس الفاسودايليتر ميتابولايتس. السيمباثيتك تون يكون ممثل بالفاسو موتر كنترول سنتر اللي ذكرتها بفيديو البارو ريسبتر. فهسه فهمنا شنو هاي التغييرات اللي صارت، انه نسيج زاد نشاطه. فمن زاد نشاطه يحتاج انه البلد يوصل له بصورة اكبر. فشي يسوي؟ يفرز فاسودايليتر ميتابولايتس الى الوعاء الدموي. من فرزها يصير عندنا فاسودايليشن بهذا الوعاء الدموي. الغرض من الفاسودايليشن انه من اجل زيادة تدفق الدم. من يزداد تدفق الدم هذا الهاي بلد فلو شي يسوي؟ ويست اواي ذا ميتابولايتس، يقوم بابعاد هذه الميتابولايتس الى مكان ابعد. بالتالي ميتابولايتس من راحت سموث مسل كونستريكت اجين، يعني ترجع الى شكلها الطبيعي. لان بهالحالة نكون انه البلد فلو قد ادى الغرض. بعد النسيج بهالحالة اكمل نشاطه، فما يحتاج الى بلد فلو، يعني كما هو عليه في حالة النشاط، فيعود الى الذي عليه قبل حالة النشاط. Matching blood flow to metabolism. If metabolism increases, more metabolites are produced. نفس ما ذكرت إنه إذا نشاطنا زاد metabolites يتم زيادة إنتاجها. So concentration increase. بالتالي إنه تركيزه أو تراكمها يزداد بال blood vessel. Vasodilation occurs. فيصير عندنا vasodilation. الvasodilation سبب لنا زيادة بال blood flow. من يصير عندنا زيادة بال blood flow هذا البلد فلو شي يسوي؟ ويست اواي ذا ميتابولايتس. من سوانا ويست اواي تو ذا ميتابولايتس، فبهالحالة شنو؟ انه يرجع الوعاء الدموي ويرجع الى حجمه الطبيعي. Changes in demand for blood. Total peripheral resistance تتناسب عكسيا مع احتياجات الجسم للدم. شنو احتياج الجسم للدم؟ هو cardiac output. Total peripheral resistance تتناسب عكسيا مع الكارديك اوتبوت، حسب القانون الذي ينص على انه الكارديك اوتبوت يساوي البلد بريشر على التوتال بريفرال ريسيستنس. If metabolism changes TBR will change اكيد نفس ما ذكرنا، and generate signals in the form of changes in arterial and venous pressure. يعني شنو؟ انه من يصير عندنا تغيير بالسيستميك فاسكولار ريسيستنس او توتال بريفرال ريسيستنس، هذا التغيير ايضا يسبب ويا تغيير بالمين ارتيريال بريشر والسنترال فينوس بريشر. هذا الكلام اللي ذكرناه ببداية الفيديو. فهسه قلنا انه سيستميك فاسكولار ريسيستنس او توتال بريفرال ريسيستنس تتناسب عكسيا مع احتياجات الجسم الممثلة بالكارديك اوتبوت. ومن يصير عندنا تغيير بالسيستميك فاسكولار ريسيستنس فاكيد يصير عندنا تغيير بالمين ارتيريال بريشر والسنترال فينوس بريشر. نعم معطينا مثال. If we eat meal the gut needs more blood. انه احنا تناولنا وجبه فالجهاز الهضمي يحتاج الى بلد اكثر حتى يؤدي نشاطه. يحتاج البلد الشحم يحمل اكسجين، والاكسجين هو يعتبر طاقه.
فالجهاز الهضمي يحتاج إلى طاقة. فالجهاز الهضمي يقوم بإفراز الفاسودايليتر ميتابولايتس حتى توسع لنا الأرتيريولز، فبالتالي تخفض لنا التوتال بريفرال ريسيستنس. من خفضت لنا التوتال بريفرال ريسيستنس حتى يزيد لنا البلد فلو. لكن هنا ايش قايل؟ اذا if cardiac output does not change، يعني هو من صار انخفاض بالتوتال بريفرال ريسيستنس اكيد انه الكارديك اوتبوت يزداد. لكن هنا فرض، هذا يعني افتراض من عنده، والا فانه الكارديك اوتبوت يزداد. if cardiac output does not change فشي يصير عندنا نفس الكلام اللي ذكرناه، إذا total peripheral resistance قلت والcardiac output بقى ثابت، فشي يصير شنو التغيير اللي يصير؟ إذا systemic vascular resistance قلت والcardiac output بقى ثابت، فالتغيير اللي صار شنو؟ مين arterial pressure يقل والcentral venous pressure يزداد. هذا التغيير ذكرناه بالبداية. فالزافا مانوفر، شنو هاي فالزافا مانوفر؟ هو اختبار انه نقوم باغلاق الفم واغلاق الانف باصابعنا وثم نقوم بالزفير. فاكيد انه الزفير بالحالة انه الهواء ثاني اكسيد الكربون ما يخرج، فيصير عندنا احتباس للهواء داخل الرئتين، الهواء يحتبس بالحالة. فمن الهواء يحتبس بهالحالة شي يصير عندنا؟ increase of intrathoracic pressure، لأن هذا هواء احتبس، من احتبس الهواء فبالتالي الهواء يسلط لنا ضغط، فبالتالي يرتفع intrathoracic pressure. يصير عندنا أيضا decrease of venous return. ليش يصير عندنا decrease of venous return؟ احنا ذكرنا سابقا بالفيديوهات السابقة انه احنا من نتنفس يعني inspiration من ناخذ شهيق اكسجين يدخل، من يدخل الاكسجين الفينوس ريتينر بهالحالة يزداد من الى الرايت اتريوم ثم الى الرايت فينتريكل حتى يوصل الى البولموناري ارتريز، وبالتالي يحصل على اكسجين اكثر. فمن ناخذ شهيق الفينوس ريتيرن يزداد، يعني نفترض انه دي اوكسجينيتد بلاد يحاول ينقذ نفسه ويحصل على اوكسجينيتد بلاد، فبهالحالة الفينوس ريتيرن يزداد. اما الان فاحنا عندنا اكسبيريشن، فأكيد إنه الفينوس ريتيرن بهالحالة يقل. إذا الفينوس ريتيرن قل باعتبار بريلود قل، إذا بريلود قل يعني شنو معناه؟ يعني معناه إنه البلد بالفينتركول اللي موجود قليل. فشي يصير عندنا؟ يصير عندنا هايبوتنشن، لأن إحنا ما نحتاج إلى ضغط عالي من أجل دفع البلد، هو دم هو بلد قليل، فيصير عندنا هايبوتنشن. هذا الهايبوتنشن من صار عندنا هايبوتنشن، هذا الهايبوتنشن شي يسوي؟ يحفز لنا الباروريسبترز، الباروريسبترز هي اللي تقوم بمراقبة الضغط. فمن الباروريسبترز شافت عندنا هايبوتنشن شو تسوي؟ تزيد لنا الهارت ريت. فمن تزيد لنا الهارت ريت باعتبار زيدت لنا عندنا قانون الكارديك اوتبوت يساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت. من الهارت ريت ازداد فش صار عندنا؟ صار عندنا زيادة بالكارديك اوتبوت. زين، عندنا قانون البلد بريشر يساوي كارديك اوتبوت في التوتال بريفرال ريسيستنس، فهاي الباراريسبتر رفع لنا الهارت ريت. من رفعت لنا الهارت ريت باعتبار رفعت لنا البلد بريشر. البلد بريشر من ترفعه تسبب زيادة حادة بالبلد بريشر، يعني تسبب لنا هايبرتنشن. من سببت لنا هايبرتنشن هاي الحالة تحفز الباراريسبترز مرة أخرى، فبالتالي الباراريسبتر شو تسوي؟ تسوي لنا ريفلكس من اجل خفض الهارت ريت. من خفضت الهارت ريت باعتبار خفضت؟ خفضت الكارديك اوتبوت حسب القانون الذي نص على ان الكارديك اوتبوت يساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت. فالهارت ريت انخفض، كارديك اوتبوت انخفض، كارديك اوتبوت انخفض، البلد بريشر انخفض. ليش؟ لان يعني عندنا قانون يقول البلد بريشر يساوي كارديك اوتبوت في توتال بريفرال ريسيستنس، فالكارديك اوتبوت قل فالبلد بريشر يقل. فهاي الحاله يحتاج لنا مراجعه عليها حتى نفهمها. Eating a meal، نرجع مرة ثانية نشوف التغييرات اللي تصير. Increase activity of the gut leads to local vasodilation، أكيد عن طريق الفاسودايليترز اللي يفرزها الجات. فمن الفاسودايليتر شو سبب لنا؟ سبب لنا vasodilation، أي زيادة بقطر الوعاء الدموي. والزيادة بقطر الوعاء الدموي يعني إنه عندنا انخفاض بالtotal peripheral resistance،
المقاومة تقل، من المقاومة قلت، شي يصير عندنا؟ أكيد يصير عندنا ارتفاع بالفينوس بريشر وانخفاض بالارتيريال بريشر، عفوا من توتال بريفرال قلت يصير عندنا انخفاض بالفينوس، ارتفاع بالفينوس بريشر وانخفاض بالارتيريال بريشر حسب هذا القانون. توتال بريفرال ريسيستنس اور سيستميك فاسكولار ريسيستنس قلت، فالمين ارتيريال بريشر يقل والسنترال فينوس بريشر يزداد. رايز ان فينوس بريشر، الارتفاع بالفينوس بريشر، هنا عندنا شيء مهم، ملاحظه مهمه، الارتفاع بالفينوس بريشر يؤدي الى ارتفاع بالكارديك اوتبوت، لكن الارتفاع بالكارديك اوتبوت يؤدي الى انخفاض بالفينوس بريشر. هاي علاقه مهمه لازم نحفظها بهذا الشكل، اما شرحها هسه شرح، لكن لازم نحفظ انه الارتفاع بالفينوس بريشر يسبب لنا ارتفاع بالكارديك اوتبوت، لكن ارتفاع بالكارديك اوتبوت يسبب لنا انخفاض بالفينوس بريشر. هسه اول شيء اشرح ليش انه الارتفاع بالكارديك اوتبوت يسبب لنا انخفاض بالفينوس بريشر. اذا الكارديك اوتبوت ارتفع فمعناه شنو؟ معناه المين ارتيريال بريشر ارتفع والسنتر فينوس بريشر انخفاض حسب هذا القانون. يعني اذا كارديك اوتبوت ارتفع سنترال فينوس بريشر ارتفع، عفوا انخفض، كارديك اوتبوت يرتفع مين ارتيريال بريشر يرتفع سنترال فينوس بريشر يقل، ارتفاع الكارديك اوتبوت يؤدي الى انخفاض يعني سنترال فينوس بريشر. يعني اللي يشوف هاي علاقة يفترض انه علاقتهم عكسية، لكن هذا الشيء خطأ، علاقتهم عكسية فقط حسب هذا القانون. السنترال فينوس بريشر من يزداد شي يسوي؟ ازداد الضغط داخل الأذين، داخل الفينز، عفوا داخل الوريد. من يزداد الضغط داخل الوريد شي يسبب لنا؟ يسبب لنا زيادة الدم العائد إلى الأترية، يعني يزداد الفينوس بريشر. من يزداد الفينوس بريشر شي يصير عندنا؟ زيادة بالبريلود. من يزداد البريلود شي يصير عندنا؟ يصير عندنا زيادة بال ستروك فوليوم. من يصير عندنا زيادة بالستروك فوليوم حسب هذا القانون شي يصير عندنا؟ زيادة بالكارديك اوتبوت. فزيادة بالكارديك اوتبوت معناها شنو؟ معناها انخفاض بالسنترال فينوس بريشر، علاقتهم عكسية حسب هذه المعادلة، لكن الارتفاع بالسنترال فينوس بريشر يؤدي الى ارتفاع بالكارديك اوتبوت حسب هاي العلاقة. السنترال فينوس بريشر تقوم برفع الفينوس بريشر، من ترفع الفينوس بريشر ستروك فوليوم في الحالة يزداد. فالارتفاع يعني بالسنترال فينوس بريشر ارتفاع بالستروك فوليوم، والارتفاع بالستروك فوليوم يعني ارتفاع بالكارديك اوتبوت. فنرجع لهاي المعادلة، نرجع نعيد الشرح أفضل. eating a meal، تناولنا وجبة، تم إفراز الفاسودايليتر ميتابولايتس، صار عندنا فاسودايليشن، زيادة بقطر الوعاء الدموي، والزيادة بقطر الوعاء الدموي يعني انخفاض بالتوتال بريفر ريسيستنس، والانخفاض بالتوتال بريفر ريسيستنس يعني ارتفاع بالفينوس بريشر وانخفاض بالارتيريال بريشر. الارتفاع بالفينوس بريشر نفس ما ذكرت يعني زيادة بالكارديك اوتبوت، لكن الزيادة بالكارديك اوتبوت تعني انخفاض بالفينوس بريشر. فاحنا ايش عندنا بالحالة؟ عندنا زيادة بالفينوس بريشر، الزيادة بالفينوس بريشر سببت لنا زيادة بالكارديك اوتبوت. اوكي، اما بالنسبة للانخفاض بالارتيريال بريشر فهذا الباروريسبتر يعني تقوم باكتشاف هذا الانخفاض اللي صار، بالتالي تزيد لنا الهارت ريت والكارديك اوتبوت وتقوم بإعادة الارتيريال بريشر الى مستواه الطبيعي. الفينوس بريشر شلون تقل؟ فاحنا صار عندنا ارتفاع بالفينوس بريشر وانخفاض بالارتيريال بريشر، الارتيريال بريشر ما صار بها انخفاض، نحاول نرفعها عن طريق الباروريسبتر. اما بالنسبة للفينوس بريشر شلون نقلله؟ نفس ما ذكرت، لازم شو نسوي؟ نزيد الكارديك اوتبوت، يعني اذا زيدنا الكارديك اوتبوت باعتبار قللنا الفينوس بريشر حسب هاي العلاقة. فالسنترال فينوس بريشر شلون نخفضه؟
من نزيد الكارديك اوتبوت، لان اذا زيدنا الكارديك اوتبوت الكارديك اوتبوت شو تسوي؟ ترفع لنا المين ارتيريال بريشر. ليش الكارديك اوتبوت ترفع لنا المين ارتيريال بريشر او الارتيريال بريشر؟ الكارديك اوتبوت هو الدم المضخ من الفينتريكل الى الايورتي او الى البولمونري ارتري. فالكارديك اوتبوت من يتم ضخه الى الارتري، من يزداد الكارديك اوتبوت يعني يزداد الدم الذي تم ضخه الى الايورتي، من يزداد ضخ الدم الى الارتري فالبلاد هو اللي يسبب لنا ضغط. فزياده ضخ الدم زياده الكارديك اوتبوت بالارتري يعني زياده البلاد بريشر، يعني زياده الارتريال بلاد بريشر. فهذا سبب زياده بالكارديك اوتبوت تعني شنو؟ يعني انه بلاد يوصل للارتري بصورة أكبر، إنه البلد يوصل للأرتري بصورة أكبر، فيعني شنو؟ إنه البريشر داخل الأرتري يرتفع. البريشر داخل الأرتري هو أرتيريال بريشر. إذا البلد صار داخل الأرتري بصورة كبيرة، يعني باعتبار إنه البلد قل داخل الفين، لأن البلد يقل داخل الفين، يعني سنترال فينس بريشر قل. فلهذا السبب إحنا نقول كارديك أوتبوت تؤدي إلى زيادة من أرتيريال بريشر. يعني كارديك اوتبوت يعني تعني زيادة البلد بالارتريز ونقصان البلد بالفينز، وزيادة البلد بأي مكان تؤدي إلى زيادة البريشر. فزيادة البلد بالارتريز أدت إلى زيادة الارتريال بريشر، ونقصان البلد بالفينز أدى إلى نقصان سنترال فينس بريشر. فهذا الفينس بريشر شنو الشيء اللي يسبب بنقصانه؟ هو pumping of the heart، يعني ضخ القلب اللي هو الكارديك اوتبوت. وشيء ثاني ارتيريال بريشر، طبيعي انه الكارديك اوتبوت من يزداد يزداد ارتيريال بريشر، يعني من يزداد الارتيريال بريشر يقل الفينوس بريشر. فديماند مين ميت تشينجز ان هارت ريت اول وان، اذا صار عندنا تغيير فقط بالهارت ريت لوحده ما صار عندنا تغيير اي شيء. If heart rate increases with no other change، فبالبداية شو يصير عندنا؟ الكارديك اوتبوت يرتفع حسب العلاقة اللي تنص على أن الكارديك اوتبوت يساوي stroke volume في الهارت ريت. لكن هنا شنفترض؟ احنا قلنا تغييرات أخرى ما تصير، يعني شنو؟ يعني total peripheral resistance تبقى نفسها. فش قلنا بالبداية؟ قلنا إذا الهارت ريت ارتفع واحدة بدون أي تغييرات أخرى، الهارت ريت ارتفع فالكارديك أوتبوت بالبداية ترتفع، الكارديك أوتبوت ارتفعت جينا هاي العلاقة، لكن سيستميك فاسكولار ريسيستنس أو توتال بريفيرال ريسيستنس بقت نفسها. فيعني شنو؟ رايز إن كارديك أوتبوت ريديوس فينوس بريشر. يعني شلون ارتفع الكارديك أوتبوت؟ هذا الارتفاع بالكارديك اوتبوت في هالحالة سوانا انخفاض بالسنترال فينوس بريشر ويسبب لنا ارتفاع بمين ارتيريال بريشر. فقلنا الهارت ريت ارتفعت وحدة بدون اي تغييرات اخرى، فشي يصير عندنا؟ الكارديك اوتبوت يزداد، رجعنا لهاي العلاقة، قال الكارديك اوتبوت يزداد لكن السنترال فينوس بريشر بقى ثابت، يعني شنو؟ عفوا السيستميك فاسكولار ريسيستنس بقى ثابت او توتال بريفيرال ريسيستنس بقى ثابت، يعني شنو؟ يعني سنترال فينوس بريشر قل والمين ارتيريال بريشر ازداد. من الفينوس بريشر بهالحاله قل، الفينوس بريشر بهالحاله قل، يعني شنو؟ يعني انه ستروك فوليوم راح يقل. ليش؟ لان الفينوس بريشر هو اللي يملا القلب، فبالتالي انخفض السنترال فينوس بريشر بالتالي انخفض ستروك فوليوم، من انخفض ستروك فوليوم يعني انخفض الكارديك اوتبوت، الكارديك اوتبوت يعود الى حجمه الطبيعي. فيعني يعني شرح هاي المعادله نفس الكلام اللي ذكرته، انه زياده الكارديك اوتبوت تعني انخفاض بالسنترال فينوس بريشر وارتفاع من ارتيريال بريشر، والانخفاض بالسنترال فينوس بريشر يعني انخفاض بالكارديك اوتبوت، والارتفاع بالسنترال فينوس بريشر يعني ارتفاع بالكارديك اوتبوت حسب هاي العلاقه. في البداية ارتفع الهارت ريت واحدة فالكارديك اوتبوت ازداد، من الكارديك اوتبوت ازداد سوى انخفاض بالسنترال فينوس بريشر، من انخفاض السنترال فينوس بريشر سبب لنا انخفاض بالستروك فوليوم، من صار عندنا انخفاض بالستروك فوليوم صار عندنا انخفاض بالكارديك اوتبوت.
فهذا هو ملخص الكلام اللي ذكرته، يقتصر على العلاقتين اللي موجودة بالصورة. exercise، احنا بحالة exercise حالة نشاط، فنحتاج أكيد إلى زيادة بضخ الدم، يعني نفس الجات، نفس eating a meal، نفس تناول الوجبة. فأيضا يتم إفراز vasodilator metabolites، فهنا شي يصير عندنا من يتم إفراز vasodilator metabolites، فالtotal peripheral resistance تقل. من التوتال peripheral resistance قلت، شي يصير عندنا arterial pressure would fall greatly. ليش would fall greatly؟ لأن صار عندنا انخفاض بالtotal peripheral resistance نتيجة زيادة الفاسودايليتر ميتابولايتس. والفينس بريشر ازداد. ليش ازداد الفينس بريشر؟ نتيجة الانخفاض الحاصل بالtotal peripheral resistance. زين، يعني بحالة الاكسرسايز ايش صار عندنا؟ نرجع للقانون. بحالة الاكسرسايز انه انسجة الجسم او العضلات تقوم بخفض السيستميك فاسكولار ريسيستنس. السيستميك فاسكولار ريسيستنس صار بيها انخفضت. من انخفضت السيستميك فاسكولار ريسيستنس، الضغط داخل الارتريز انخفض و سنترال فينس بريشر ارتفع. من السنترال فينس بريشر ارتفع يعني شنو؟ يعني الفينس ريتيرن ازداد، العائد الوريدي ازداد، فبالتالي ستروك فوليوم يزداد. من الستروك فوليوم يزداد، الكارديك اوتوت بالحالة يزداد. لكن شنو المشكلة اللي عندنا هنا؟ The great increase in venous pressure is the main problem. ليش هاي مشكلة؟ It tends to overfill the heart. احنا ذكرنا حسب قانون فرانك ستارلينج لو، لازم شايفين احنا الفيديو الخاص بفرانك ستارلينج لو، يلا نشوف هذا الفيديو. ذكرنا انه الفنتريكل من يتمدد الى حجم كبير، يعني overfilling، يتمدد الى حجم كبير، انه الكونتراكشن اللي يكون بعده مو بذيك القوة. فالفنتريكل من يتمدد الى حجم كبير، الكونتراكشن مالته يكون بصورة غير جيدة. فهذا ال overfilling of the فيصير عندنا overfilling للheart بسبب زيادة ال venous pressure، قلت زيادة ال preload، فبالتالي زيادة ال stroke volume، زيادة stroke volume حسب قانون فرانك ستارلينج لو. لكن بهالحالة ال venous pressure، يعني ال venous pressure إذا ازداد حسب فرانك ستارلينج لو ازداد ستروك فوليوم. لكن هنا شو يصير عندنا؟ قلنا يصير عندنا great increase in venous pressure، زيادة بالفينس بريشر إلى حد كبير. الزيادة إلى حد الكبير إنه ستروك فوليوم، يعني إنه القلب هالحالة يمتلئ، يصير عندنا overfilling. من القلب يصير عندنا overfilling، الكونتراكشن يبدي يقل. من الكونتراكشن يبدي يقل، ستروك فوليوم يبدي يقل، يعني إنه البلاد يتراكم بالفنتريكل. فهذا الشيء سلبي. المفروض انه الفينوس بريشر كانت زيادتها تؤدي الى زياده بالستروك فوليوم ثم زياده بالكارديك اوتبوت. صحيح هذا الشيء يصير بالبدايه، لكن شوي شويه صار عندنا زياده بالفينوس بريشر. هاي الزياده بالفينوس بريشر تكون جريت، فلما صار عندنا زياده بالفينوس بريشر الفنتريكل، صار عندنا اوفر فيلينج للهارت، اوفر فيلينج للفنتريكلز، بعدين صار عندنا اوفر فيلينج للهارت. بوش ذا فنتريكل انتو ذا فلاب of the Starling curve، نفس ما ذكرنا حسب Starling law، إنه الventricle بهالحالة ما يقدر بعد يصير ب contraction، لأن إنه venous pressure عالي، فالبريلود عالي جدا. So there is a risk of pulmonary edema. ليش صار عندنا risk of pulmonary edema؟ لأن blood بهالحالة تراكم بالventricle، فيفشل بالcontraction، أي يفشل بضخ البلد إلى الأيورتا، فالبلد راح يرجع الى الاتريا، الى وبعد الى المن، الى الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم المن يرجع الى البولموناري فينز اللي هي نقلت له البلد، ومن البولموناري فينز يرجع المن يرجع الى اللانج، يعني يكون مسار عكسي،
ينعكس مساره من الرايت فينتريكل عفوا من الليفت فينتريكل الى الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم الى البولموناري فينس، ومن البولموناري فينس الى البولموناري كابيلاريز، بعدها الى اللانج. فمن يوصل اللانج صار عندنا بولموناري اديما، لان الفينتريكلز قلنا الفينتريكل صار عندنا اوفر فيلينج. من صار عندنا اوفر فيلينج امتلا الى حجم كبير، فهذا الامتلاء كان سلبي لان يعني ما يقدر يسوي لنا كونتراكشن يكفي لدفع هذا الابراد كله، فيصير عندنا فشل بالقلب. فالقلب يبدا يرجع الابراد، فبالتالي الابراد يرجع لمن؟ يرجع الى اللانج، فيصير عندنا بولمونري اديما. زين بهالحاله شنو الاجراء؟ يعني اذا كل اكسرسايز يسبب لنا زياده حاده او زياده كبيره بالفينس بريشر، بالتالي امتلاء القلب. فاذا امتلاء القلب بهالحاله معناها ما نقدر نسوي ابد اكسرسايز. فشلون نعالج هاي المشكله؟ اوفر فيلينج اوف ذا فينتريكلز از بريفنتد باي، يعني عندنا اليه تمنع هذا الاوفر فيلينج. رايز ان هارت ريت ويتش اوكورز از اكسرسايز بيجينز درايفين باي ذا برين، يصير عندنا زياده بالهارت ريت قبل زياده الفينس بريشر. الزياده بالهارت ريت تسبق الزياده بالفينس بريشر. واذا يعني شنو صار؟ من صار عندنا زياده بالهارت ريت بالبدايه قبل زياده الفينس بريشر، صار عندنا زياده بالهارت ريت يزداد الكارديك اوتبوت. من صار عندنا زياده بالكارديك اوتبوت، هاي زياده بالكارديك اوتبوت تحاول تقلل سنترال فينس بريشر. فبصوره غير مباشره انه الهارت ريت من ارتفع بالبدايه بصوره غير مباشره قاوم السنترال فينس بريشر. شلون قاومه؟ عن طريق رفع الكارديك اوتبوت، والكارديك اوتبوت هي اللي قامت بخفض السنترال فينس بريشر. فلهذا السبب انه دقات القلب تزداد مع التمارين مع الاكسرسايز. فهاي زياده تحمين، هاي زياده غير ضر، هاي زياده نافعه. يعني لو ازداد السنترال فينس بريشر انه القلب يمتلئ الى صوره يعني درجه كبيره، لدرجه انه ستروك فوليوم يقل. ليش ستروك فوليوم يقل؟ يعني سنترال فينس بريشر المفروض يزيدين ستروك فوليوم، صحيح هو يزيدين ستروك فوليوم، لكن سنترال فينس بريشر بهالحاله يزداد الى درجه انه الفنتركل يمتلئ ويكون غير قادر على الكونتراكشن. فالزياده المفرطه بالسنترال فينس بريشر تسبب لنا نقصان بالستروك فوليوم، والنقصان بالستروك فوليوم يسبب لنا نقصان بالكارديك اوتبوت. فاعيد الشرح للمره الاخيره، الزياده بالكارديك اوتبوت تعني زياده بالمين ارتيريال بريشر. ليش؟ لانه باعتبار انه البلاد يوصل للارتري بصوره كبيره، فمن البلاد يوصل للارتري بصوره كبيره فيرتفع البريشر داخل الارتريز اللي هو ارتيريال بريشر. فمن صار عندنا ارتفاع بالارتيريال بريشر شيء قابل للانخفاض بالفينس بريشر. ليش؟ لان البلاد باعتبار صار زاد حجمه بالارتريز وقل حجمه بالفينس، والا فانه انه البلاد بالارتريز بالفينس اكبر من الارتريز، لكن التغيير اللي صار زاد حجم عما كان عليه بالارتريز وقلل حجم عما كان عليه بالفينز، لكن هذا لا يعني انه البلد بالارتريز اعلى من الفينز. فزيادة الكارديك اوتبوت سببت لنا زيادة من الارتيريال بريشر وخفض بالسنترال فينس بريشر، والانخفاض بالسنترال فينس بريشر سبب لنا انخفاض بالستروك فوليوم، والانخفاض بالستروك فوليوم سبب لنا انخفاض بالكارديك اوتبوت. يعني عالجنا الحالة، رجع الكارديك اوتبوت الى حالته الطبيعية. زين نفرض صار عندنا انخفاض بالكارديك اوتبوت، فمين ارتيريال بريشر يصير بيه انخفاض والسنترال فينس بريشر يرتفع. فالسنترال فينس بريشر من ارتفع زيدنا ستروك فوليوم، من زيدنا ستروك فوليوم زيدنا الكارديك اوتبوت. زين اذا صار عندنا ارتفاع حاد بالسنترال فينس بريشر يعني ان البلد اللي يوصل للفنتركل كبير، فاذا البلد اللي يوصل للفنتركل كبير صار عندنا اوفر فيلينج اوف ذا هارت، الهارت يفشل بالكونتراكشن او تقل قابليته على الكونتراكشن. من قلت قابليته على الكونتراكشن ستروك فوليوم قل، من قل ستروك فوليوم كارديك اوتبوت قل. ففي حالة التمارين ليش يصير عندنا زيادة بالهارت ريت في البداية؟ زيادة بالهارت ريت هي اللي تقلل ستروك فوليوم. الهارت ريت من يزاد يزيد الكارديك اوتبوت، من زيد الكارديك اوتبوت باعتبار خفض السنترال فينس بريشر. فبهاي الآلية انه الهارت ريت يحمينا
من الـ over feeling of the heart. standing up بحالة الوقوف، احنا من نكون واقفين. on standing blood pools in the superficial veins of the leg، احنا من نكون واقفين بهالحالة البلد يتجمع بالفينز حسب تأثير الجاذبية. من البلد يتجمع بالفينز يعني شنو بهالحالة؟ سنترال فينوس بريشر هبط. ليش سنترال فينوس بريشر هبط؟ لأن سنترال فينوس بريشر اللي مفروض يحاول يرفع لنا المفروض يكون يكون يعني عالي لدرجة انه يرفع البلد من الاطراف السفلى الى القلب، ففشل. بما انه فشل صار بانخفاض، يعني هو المفروض كان عالي لدرجة انه يرفع البلد الى الهارت، لكن بسبب تأثير الجاذبية قاومت البريشر، قاومت الضغط اللي موجود داخل الوريد، فبالتالي السنترال فينوس بريشر هبط بسبب تأثير الجاذبية. جاذبية منعته، فمن الجاذبية قاومته السنترال فينوس بريشر هبط. من السنترال فينوس بريشر يهبط، شي يصير عندنا؟ صار عندنا انخفاض بالستروك فوليوم. من صار عندنا انخفاض بالستروك فوليوم شي يصير عندنا؟ انخفاض بالكارديك اوتبوت. من صار عندنا انخفاض بالكارديك اوتبوت شي يصير عندنا؟ انخفاض بالمين ارتيريال بريشر. يعني بهالحالة صار عندنا انخفاض بحالة الوقوف، صار عندنا انخفاض بالسنترال فينوس بريشر وانخفاض بالارتيريال بريشر، يعني حالتين خطرات، انخفاض بالسنترال فينوس بريشر وانخفاض بالارتيريال بريشر. Now both arterial and venous pressure changing in the same direction. بهالحالة اثنيناتهم قلوا. Cannot be corrected by normal mechanisms. ما نقدر نصححهن عن طريق الآليات الطبيعية. يعني شنو بهالحالة؟ شنو نسوي؟ الارتيريال بريشر من يهبط منو اللي يعالجه؟ يعالجه الباروريسبترز. الباروريسبترز شو يسوي؟ يحاول يرفع الارتيريال بريشر. فالباروريسبتر ديتكت fall in arterial pressure، فترفع الارتيريال بريشر. من رفعت الارتيريال بريشر شو يصير عندنا؟ ايضا الباروريسبتر شو يسوي؟ ترفع لنا الارتيريال بريشر. شلون ترفع لنا الارتيريال بريشر؟ الباروريسبتر ترفع لنا الارتيريال بريشر عن طريق زياده الكارديك اوتبوت وزياده التوتال بريفرال ريسيستنس. لأن شايف فيديو باروريسبترز ذكرنا إن البلد بريشر يساوي البلد بريشر يساوي كارديك أوتبوت في توتال بريفرال ريسيستنس، فيزداد عندنا كارديك أوتبوت ويزداد عندنا توتال بريفرال ريسيستنس. فالباروريسبترز ترفع لنا الأرتيريال بريشر عن طريق زيادة الكارديك أوتبوت والتوتال بريفرال ريسيستنس، وتسبب لنا أيضا زيادة بالهارت ريت، rise in the heart rate عن طريق الباروريسبترز. يعني هذا كله تأثير الباروريسبترز سبب لنا شنو؟ تكتشف التغيير اللي صار بالارتيريال بريشر، بالتالي ترفع الارتيريال بريشر وترفع لنا الهارت ريت. فشي يصير عندنا؟ نشوف ترفع لنا شنو؟ ترفع لنا المين ارتيريال بريشر، رفعت لنا المين ارتيريال بريشر من اجل زيادة الكارديك اوتبوت، وترفع لنا الهارت ريت من اجل زيادة الكارديك اوتبوت. لكن احنا ايش قلنا؟ السنترال فينوس بريشر كان منخفض. زين السنترال فينوس بريشر يتغير؟ لا ما يتغير. قلنا الهارت ريت ارتفع، الكارديك اوتبوت ازداد، والمين ارتيريال بريشر ايضا ارتفع بسبب الباروريسبترز. يعني الهارت ريت والمين ارتيريال بريشر ارتفع بسبب الباروريسبترز. الهارت ريت ارتفع والمين ارتيريال بريشر ارتفع، لكن السنترال فينوس بريشر يبقى نفسه، يبقى نفسه منخفض، فالستروك فوليوم يبقى نفسه منخفض. فباعتبار سواء حالة توازن، اوكي هنا حسب يعني حسب هذا القانون وازننا بين الهارت ريت والستروك فوليوم. يعني الهارت ريت ارتفع، ستروك فوليوم منخفض، فالكارديك اوتبوت حالة توازن. شو نسوي هنا حسب هذا القانون؟ مين ارتيريال بريشر رفعناها؟ لا
لازم شو نسوي؟ لازم نرفع systemic vascular resistance أو total peripheral resistance من أجل الحفاظ على cardiac output، مثل ما أنه هنا heart rate رفعناها مقابل أنه central venous systemic stroke volume منخفض من أجل الحفاظ على cardiac output. هنا لازم شو نسوي؟ نخفض أو نرفع systemic vascular resistance حتى نواكب هذا التغيير اللي صار بمين arterial pressure. لأن يعني هو مين arterial pressure يعني زيادة بضغط الدم، ومن الدم يوصل إلى المكان المقصود فيدفع لنا الميتابولايتس، فمن يدفع لنا الميتابولايتس يزيد لنا systemic vascular resistance. فمين arterial pressure أيضا تعني زيادة بsystemic vascular resistance. ليش؟ من يزداد البرشر يعني يزداد blood flow، من يزداد blood flow تزداد إزالة الميتابولايتس، فبالتالي يقل الفاسو دايليشن، فمن يقل الفاسو دايليشن يزداد السيستميك فاسكولار ريسيستنس، يعني التغييرات اللي صارت الهارت ريت ازداد بسبب البارو ريسبتورز، والمين ارتيريا بريشر ازداد بسبب البارو ريسبتورز، لكن الستروك فوليوم بقى نفسه لان السيستم سنترال فينوس بريشر بقى نفسه. اوكي، فهنا ذا مين ارتيريا بريشر ازداد، لازم شنو؟ لازم نرفع السيستميك فاسكولار ريسيستنس او توتال بلفرال ريسيستنس من أجل الحفاظ على الكارديك أوتوت بحالة تبات. فإلى هنا ينتهي هذا الفيديو.